السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما معكم بالعيد منتقي الناطق الرسمي لعصبة مدينة الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. لدابا حنا كنتواجدوا عند أحد أبطال جهة مدينة الدار البيضاء بحي عي البرجة، يتعلق الأمر بالبطل ناهر ياسين عن جمعية منتدى ضرب السلطان وبطل فداء المسابقة ديال مدينة ناحية مدينة أسفي. وشوفوا البطل ديالنا ناهر ياسين كيفاش استقبل حمامه وكيفاش كان داس عنده الاعلان فداء المسابقه. الاخ ياسين، السلام عليكم ورحمه الله. كنوجه لك التحيه الاخ بالعيد، ومرحبا بك عندنا الناطق الاخ بالعيد الناطق الرسمي لجمعيه الدار البيضاء 16. اش نقول لك اخويا بالعيد؟ الحمد لله المطلق داز زوين بخير وعلى خير. نشطنا مع الخوت، الجو كان في احسن ما يرام، ديكلارينا زوين، خدمنا شويه مع الحميمات، تكرفسنا معاهم، الحمد لله جاب الله التيسير. الحمد لله. وهذه هي البطاله. وهذه كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذه هي الحمامه المعلن عند البطل ديالنا ناهر ياسين، فداء المسابقه ديال ناحيه مدينه اسفي. بالتوفيق الاخ ياسين، كيف استقبلتي الحمامه؟ واش كاين ما لقيتيش الصعوبات في الديكلاراسيون ديال الحمامه الاخيره؟ لا الحمد لله جات الحمامه بخير وعلى خير. كنا واقفين انا وواحد الاخ كنتولعوا من العيد، تبانت لي تحطات ما جيت فين ندخل، هبطات ديكلارات. وهذا الفوز هذا كنهديه للاخ ربيع السخري، حيت الانثى هذه كادو من عنده وجاب فيها الله التيسير. وتحيه ليه من هذا المنبر مباشره. تحيه لجميع الاخوان ديال المنتدى تحدي درب السلطان والكليكه، وكنشكروا الجميع. وبالنسبه للاخ ياسين، بالنسبه للحمامه جا كامل؟ باقى شي حاجه؟ لا الحمد لله جا الحميمات كامل، ما كاينش الخلل. طلقت 31 جات 31. وبالنسبه للاسبوع القادم مستعد بما فيه الكفايه؟ كاين شي استعدادات؟ ان شاء الله احنا غادي نديروا اللي بجهدنا والجهد اللي جاه الله، وان شاء الله يجعل الله التيسير باذن الله. توفيق الاخ ياسين. بالنسبه للحمامه انت ياك الاخ ياسين ياك؟ تبارك الله، حمامه ممتازه من الطراز الرفيع ومن السلاله ديال البطل الكبير ربيع السخري، بمشترك مع الاخ البطل ديالنا ياسين فدا الحمامه. وتشكرك بزاف الاخ ياسين، تشكرك على المجهودات اللي كتقدمها، سواء الجمعيه ديال منتدى دار السلطان او جميع الموالع في مدينه الدار البيضاء. توفيق الاخ ياسين. وشي تحيه الاخ ياسين، شي تحيه بغيت تقدم شي تحيه لبعض الاخوان بعض الابطال؟ واه كنوجهوا التحيه للخوت ديالنا الكليكه ديال القهوه، بدون استثناء كاع الخوت اللي كيعرفونا لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، وكنتمنوا التوفيق لكل شيء. والسلام عليكم. تشكرك الاخ ياسين، والتحيه لجميع ابطال جمعيه منتدى درب السلطان وجميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدونا عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب، وسواء الابطال ديال مدينه الدار البيضاء والمملكه المغربيه خاصه. كنشكرك الاخ ياسين مره ثانيه، ومبروك عليك في هذه المسابقه، كتكون المرتبه الاولى بالنسبه لهذه المسابقه ديال مدينه ناحيه مدينه اسفي. مبروك عليك، ومبروك لينا جميعا، ومبروك للابطال ديال جمعيه منتدى درب السلطان، وبالاسم ديالي بالعيد المنتقي على الناطق الرسمي لعصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق، كنتم معنا مع هذا البطل ناهر ياسين بطل هذه المسابقه امتياز. نشكركم ونستودعكم الله في امان اللقاء بكم مره اخرى، ومع بطل اخر ومع جمعيه اخرى، في امان الله.